السلام عليكم مشاهدين الكرام، حياكم الله في نشرتنا الجوية. أجواء باردة وغائمة جزئيا لهذه الليلة، ورياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية وشمالية غربية خفيفة السرعة بوجه عام، سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة، وفرص لأمطار خفيفة إن شاء الله متوقعة صباح الغد إن شاء الله. تستمر معنا هذه الأمطار، أمطار الخير بإذن الله على معظم مناطق البلاد، تكون خفيفة بوجه عام. نهار الغد تكون رعدية مساء يوم الاثنين على بعض المناطق. درجات الحرارة متوقعة ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية على المناطق البرية، 12 درجة مئوية متوقعة على مدينة الكويت، درجة الحرارة حاليا 15 درجة مئوية مع رياح شمالية سرعتها 10 كيلومتر مع أجواء غائمة جزئيا حاليا على مدينة الكويت حول 35% رطوبة نسبية، ورؤية أفقية ممتازة تجاوز 10 كيلو متوقع، أجواء غائمة وباردة منتصف هذه الليلة، استمرار رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية وشمالية غربية سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة، فرص لأمطار تبدأ معانا على المناطق الغربية من صباح الغد إن شاء الله، تكون أمطار خفيفة على بعض المناطق تستمر معانا حتى منتصف نهار الغد، متوقع أنها تكون رعدية إن شاء الله مع دخول ساعات الليل ليوم الاثنين. درجات الحرارة منتصف هذه الليلة متوقع ما بين 9 إلى 11 درجة مئوية على المناطق البرية، 13 على مدينة الكويت مع أجواء غائمة جزئيا، ومتفاوتة ما بين 13 إلى 16 درجة مئوية على السواحل والجزر. تتحول الرياح إلى شمالية شرقية منتصف نهار الغد خفيفة السرعة بوجه عام من 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة، فرص لأمطار متفرقة خفيفة متوقعة منتصف نهار الغد مع درجات حرارة متفاوتة ما بين 17 إلى 19 درجة مئوية على معظم مناطق البلاد، ومتوقع أيضا نشاط الرياح مساء يوم الاثنين على معظم مناطق البلاد، يرتفع معها الموج أيضا خلال مساء الغد، وأيضا فرص أمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق ليلا. أما الأجواء البحرية خلال 24 ساعة القادمة، فحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج هذه الليلة، متوقع ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام، لكن نهار الغد متوقع ما بين 2 إلى 5 أقدام. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 5:17، شروق الشمس 6:38، أما غروب الشمس بمشيئة الله الساعة 5:24. أما الأجواء المتوقعة خلال 5 أيام القادمة، فاستمرار الأجواء الغائمة إلى الغائمة جزئيا يوم الأثنين والثلاثاء، فرص للأمطار إن شاء الله ابتداء من صباح يوم الأثنين، تستمر معنا الأمطار حتى يوم الثلاثاء، منتصف نهار يوم الثلاثاء تكون رعدية على بعض المناطق، وتقل فرص الأمطار تدريجيا بعد ظهر يوم الثلاثاء، ودرجات حرارة متفاوتة ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية من 11 إلى 12 درجة مئوية لأدنى حرارة، رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية يوم الأثنين سرعتها من 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة، لكن متوقع أنها تنشط على فترات خلال مساء يوم الأثنين، قد تصل أقصى سرعة للرياح إلى 40 كيلومتر بالساعة مساء يوم الأثنين، وتحول الرياح إلى شمالية غربية يوم الثلاثاء، أيضا تنشط على فترات، وفرص أيضا لإثارة الغبار خاصة على المناطق المكشوفة من 15 إلى 50 كيلومتر بالساعة متوقعة سرعة الرياح، وأيضا تتراجع سرعة الرياح تدريجيا يوم الأربعاء، وأجواء مشمسة معظم الوقت حتى يوم الجمعة، رياح شمالية غربية يوم الأربعاء تنشط على فترات من 15 إلى 40 كيلومتر بالساعة، و19 درجة مئوية لأعلى حرارة، و8 درجات متوقعة على مدينة الكويت كأدنى حرارة، ومتوقع أنها تراوح ما بين 3 درجات إلى 6 درجات على المناطق البرية. تتحول الرياح إلى جنوبية وجنوبية شرقية يوم الخميس مع أجواء مشمسة معظم الوقت، وأيضا 20 درجة مئوية متوقعة لأعلى حرارة، ومن 9 إلى 10 درجات لأدنى حرارة، رياح جنوبية شرقية بوجه عام سرعتها ما بين 6 إلى 30 كيلومتر بالساعة. تنتهي نشرتنا الجوية، عودة للزملاء بعد درجات الحرارة والطقس المتوقع حول العالم.